صحيح هي المباراة بتكون صعيبة، أما لهنا في طيب المهيج قدرة ربي مربوحة ونفرح جمهورنا اللي كان ربنا علينا ما شاء الله، قدرة ربي يكون إن شاء الله مربوحة وإن شاء الله تروبها إن شاء الله نكملوا اللعبة هذه ببريمير كلاس إن شاء الله. نجم نقول نشوفوا عديد اللاعبين إذا شبان في التشكيلة الأساسية، إيش نجم تقول في الشيء؟ بعد ما وصل أعطى فيه ثقة إطار الفني، لازم يكون يعطي 100% في تيران وقدرة ربي إن شاء الله نرقى إن شاء الله.